بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وأيضا من المباحث المتعلقة بالكلام عن الأصل الرابع من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين ثالثا بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. هذه مسألة من مسائل الاعتقاد أيضا في باب الإيمان بالرسل، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من مسائل الاعتقاد، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى صلى الله عليه وسلم إلا على صورته التي عرفها المسلمون، لا تتغير هذه الصورة. ولذا فمجمل الكلام أن من رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم على غير الصورة المعروفة عند المسلمين فهذه ليست برؤية. ثم أيضا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بشرى، أيضا من بشريات المؤمن. ثم أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام علامة على أيضا الخير الذي ينتظر هذا العبد في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في منامنا في الدنيا وفي يقظتنا في الآخرة. وإلا فأيضا من المسائل التي سنتعرض لها مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته، فهل يجوز أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته؟ وهذه مسألة أيضا من المسائل التي يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. قال: دلت السنة على إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن من رآه في المنام فقد رآه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام فقد رآني. إذا رأيت في المنام وجاءك الذي جاءك في المنام وقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يقدر الشيطان على أن يتمثل في صورتي. ولذا فالضابط في هذه المسألة هو أن يكون الذي جاءك في المنام وقال لك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أوصاف الصورة التي جزاك الله خير، أوصاف الصورة التي نعرفها في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا في آخر الحديث نقف وقفة سريعة مع أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. قال: وفي لفظ آخر أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي، ولا يتمثل الشيطان بي. قال البخاري: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. انظر، هذا هو الضابط، إذا رآه في صورته. وإلا قد يأتي لبعض الناس
في المنام من يأتيهم ويقول لهم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس على الصورة التي يعرفها المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ربما شيطان. وهنا ربما تقول أنت كيف وقد قال فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل بي يعني لا يتمثل بصورتي، لكن يتمثل بصورة أخرى جميلة ونحو ذلك، ويقول لك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيك في صورة جميلة، إنسان جميل. بل الشيطان ربما يفعل ما هو أشد من ذلك، يعني مما ذكر عن أبي القاسم صاحب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يصلي بالليل، قال فشعرت بحلاوة الصلاة وقيام الليل، قال فإذا في محرابي أجد نورا شديدا، ثم ظهر لي في هذا النور وجه مشرق جميل، فقال لي يا أبا القاسم أنا ربك اسجد لي الآن، قال فقلت اخسأ يا شيطان، فانطفأ وزال هيئته أو زالت هيئته. فانظر يأتي في صورة جميلة جدا ويقول لك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليست هي الصورة التي نعرفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. وبعض الناس من يعني الجهل في الحقيقة بمكان في هذه المسألة والسذاجة في ذات الوقت، حكى لي أحد الناس يوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام، فقلت له أبشر هذا خير، ثم مضى يحكي لي كيف جاءه في المنام، فقال جاءني ونوره كذا وكذا ونحو ذلك، وشه بتعبير يعني الرجل وشه منور، فقلت خير، فسألته فقلت له تقريبا يعني يوما كيف كان شارب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ده ما كانش له شارب خالص ولا أصلا مفيش يعني ده وشه منور كده. قلت له يعني ايه وشه منور، ففهمت أن الرجل يقصد أنه مش ملتحي أصلا كمان، فسألته مباشرة قال لي أيوة صح مش ملتحي، فقلت هذا شيطان، يعني ابتداء هذا شيطان، لأن الذي لا يعرف حتى النبي صلى الله عليه وسلم كأوصاف يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب لحية وهكذا. نعم، فدلت الأحاديث على صحة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن من رآه فرؤياه صحيحة، لأن الشيطان لا يتصور في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يرى على صورته الحقيقية المعروفة من صفاته، وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة. ولذا قال ابن سيرين إذا رآه في صورته، كما تقدم النقل عنه من صحيح البخاري. ولذا أورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على سبيل التفسير لمعنى الرؤيا في الحديث، ويشهد لهذا ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم بن كليب قال حدثني أبي قال قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال فقال صفه لي. ابن عباس سأله، وده أول سؤال تسأله لأي إنسان يقول لك أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صفه لي، قال ذكرت الحسن ابن علي
فشبهته به، يعني بيقول تذكرت الحسن ابن علي فذكرت لابن عباس وقلت له أن الذي رأيت في منامي، هذا رجل من التابعين ليس من الصحابة، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، فقال لابن عباس ما معناه؟ أن الذي رأيته في منامي يشبه الحسن بن علي، فقال له ابن عباس إنه كان يشبهه، يعني لعله بالفعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رأيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشبهه من أصحابه بعض أصحابه، قيل كان يشبهه الحسن، وقيل الحسين كذلك، وكذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه، وجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قال له أشبهتني خلقا وخلقا، فهؤلاء كانوا يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في الخلقة، ولذا فمن كان من التابعين يعرف بعضهم كان ربما استدل به، كما استدل هنا هذا الرجل وقال ذكرت الحسن إنه يشبه الحسن، وبالفعل كان يشبه الحسن بن علي أو الحسن كان يشبهه صلوات الله وسلامه عليه. وعن أيوب قال كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره. نقله ابن حجر في الفتح وقال سنده صحيح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، طيب قبل ما نتخطى هذه المسألة أريد في الحقيقة من باب الفائدة أن أقرأ على مسامعكم بعض الأحاديث والأخبار عن الصحابة التي فيها ذكر الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن يسعدنا وإياكم برؤيته، فعند ذلك يكون المسلم على بينة من ذلك. لكن في الجملة، في الحقيقة في الجملة قبل ما أذكر الصفات، حد من الإخوة كده يقول لي صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية في الجملة، كلام في الجملة يعني، في الجملة ها ده على كده لو قال حد مننا ما حدش هي مش كده، في الجملة أنا بقول في الجملة يعني حاجة كده في الجملة ها ها. لا يا راجل انت جاي دي يعني ممكن تكون صفة تخفى على كثير من الناس ها، كف اللحية ماشي، أجعد العينين آه ماشي، أجعد يعني إيه طيب؟ الجعد هو يعني مش الوسع، الجعد هو السواد إنه يقصده به يعني ذلك، ماشي. إيه تاني؟ لا هو بالطويل البائن ولا القصير، ماشي. ما يعني ما أنا هقرأ كل الأخبار عليكم ما فيهاش تخدين قوي دي كده آه. أقنى الأنف ماشي، كان شعره إلى شحمة أذنيه ماشي، أبيض ليس بالأمهق ماشي، أبيض يعني بياضه مش البياض اللي هو اللي يشبه الجير كده، بياض الجير انتوا عارفين الجير القص الجير، عارفين الإخوة العجم، العجم عارفين الجير، عارفين القص اللي هو بيبيض بيه الحيطة ده اللي بنسبغ بيه الحيطة ده، هو كان لونه أبيض لكن مش الأبيض الإيه؟ الأمهق يعني، ماشي هنقول إن شاء الله ها تاني ها؟ عظيم الجمة ماشي، يعني يعني رأس النبي صلى الله عليه وسلم بشعره مش كبيرة ولا إيش؟ ولا صغيرة، أو بمعنى صح تميل إلى إنها أكبر إنها كبيرة يعني. أنا بقول كل الكلام المجمل ده عشان إيه؟ عشان قبل ما أقرأ أيسر على حضراتكم بس دي نحاول نستحضر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت رأسه النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، ضخم الرأس يعني يعني رأسه مش صغيرة زي السودان مثلا، الأفارقة والسودان تجد في الغالب رأسه إيه
صغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وجه مستدير أو يميل إلى الاستدارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف، يعني أنف النبي صلى الله عليه وسلم لا هي بالطول ولا هي بالإيش بالمستعرضة، لا إنما هي تميل إلى يعني إيه الأقنى الأنف اللي فيها يعني كسرة بعرض كده شوي. كان واسع العينين صلى الله عليه وسلم، كان شعره صلى الله عليه وسلم لا هو أجعد ولا هو صبط، لا هو خشن ولا هو إيش صبط مسترسل، يعني زي أخواننا مثلا كده، أخونا اللي قاعد ده اسمه شعره اسمه ده اسمه صبط، يعني شعره إيه سائل كده، لا ما كانش لا ده ولا كان الخشن، يعني كان بين هذا وزاج، بين هذا وزاج. ها كان صلى الله عليه وسلم ها يعني هي ممكن نسميها أفلج، كان له بالفعل صلى الله عليه وسلم بين الثنيتين فلج خفيف جدا صلى الله عليه وسلم، والعجيب أنه كان الفلج ده يظهر عندنا إحنا يظهر إيه في النص هنا لما تشوف الإنسان سواد، صح الفلج بيظهر سواد، الصحابة يقولوا كان يظهر الفلج ده كأنه نور ماشي. طيب أنا هقرأ على حضراتكم كده بعض هذه الصفات يعني بحيث أن إحنا نحاول يعني نتعرف عليها ونحفظها، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم برؤيته في الدنيا وصحبته في الآخرة. نعم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنا مش هقول حديث أم معبد، يعني أم معبد هذه من أكثر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، لكن نظرا لأن ألفاظ أم معبد فيها بهم كتير فأنا أذكر أخبار أخرى. قال علي بن أبي طالب وهو ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بالطويل المغطي ولا القصير المتردد، يعني لا هو طويل طول يعني تراه تعيبه ولا كذلك قصير قصر تزدريه، إنما كان وسط صلى الله عليه وسلم، وكان ربعة من القوم اللي هو لا طويل ولا قصير، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، الجعد القطط اللي هو الايه الخشن ده اللي هو، والصبط اللي هو السائل اللي هو زي شعر الاخوة العجم كده. قال رجلا ولم يكن يعني شعره كان وسط بقى وسط. طيب الوسط ده يعني مرة في حد كان عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من التابعين، فبيسأل واحد من الناس بيسأل معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كان شعره يشبه فلان، أنا بس مش مستحضر التابعي اللي كان قاعد يعني، فقال معاوية: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يشبه فلان، فبكى الرجل رضي الله عنه وارضاه، يعني شوقا وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الشعر الايش الوسط، الشعر الوسط يعني. نعم. ولم يكن بالمطهم، لم يكن بالمطهم، المطهم هو الممتلئ الجسم، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إيش بدين سمين. نعم. قال: وكان في الوجه ولا بالمكلثم، لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، ولا بالمكلثم يعني الذي وجهه شديد التدوير، شديد لأنه هو علي هنا بيحقق المسألة دي ليه، لأن بعض الناس بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم أن كان وجهه كان كالقمر، فعلي يريد أن يقول ليس بشديد الإيش الاستدارة، لأنه شدة الاستدارة ليست في الحقيقة جمال، إنما أقرب إلى الاستدارة اللي هو الوجه الإيش المستدير، عرفا عندنا نسميه وجه مستدير لكن هو أقرب إلى الاستدارة. قال: وكان أبيض مشربا أو مشربا، والأبيض المشرب يعني الذي هو أبيض بإيش بحمرة. نعم. قال: أدعج العينين
يعني عينيه القرنيات سوداء سوداء، وكذلك كما في روايات أخرى كما سيأتي كان واسع العينين صلى الله عليه وسلم. أهدب الأشفار، أهدب الأشفار، أهدب الأشفار يعني طويل الإيش الرموش. نعم. قال طبعا احنا الصوفية ما شغلتهم بس الحكاية دي، الصوفية ما عندهمش غير انه يا طويل يا أجعد العينين يا كحيل العين نحو ذلك. هذه الصفات نحن نتعرف عليها دينا، لا أن مجرد ان احنا نعد نتغزل ونخالفه كما يخالفه الصوفية في كل شيء. نعم. قال أهدب الأشفار جليل جليل المشاس والكأدد. يعني إيه بقى جليل المشاس والكأدد؟ قال عظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين والمنكبين، يعني عريض النبي صلى الله عليه وسلم الكتفين، العظمين بتوع المرفقين والركبتين فيهم سعة، وده يدل على إيش؟ على قوة الإيش؟ الجسد والبنيان. نعم. قال أجرد شأن الكفين والقدمين، أجرد شأن الكفين والقدمين، أجرد يعني خالي من الشعر في جسده، بمعنى أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف التعبير العام ده يعرفه الإخوة العاجم ولا، مشعر، يعني لم يكن جسده كله إيش شعر. بعض الناس تجد شعر عنده هنا في الأكتاف في الظهر ونحو ذلك، لا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إنما كان له شعر خفيف في صدره إلى سرته، شعر خفيف صلى الله عليه وسلم، أما سائر الجسد ليس فيه كذلك. قال دقيق المسربة أجرد، دقيق المسربة اللي هي حكاية بقى الشعر اللي هو ليش اللي الخفيف الموجود في الصدر. قال أجرد شأن الكفين والقدمين، يعني عظيم الكفين عظيم القدمين، يعني كف النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، لأن العرب تعيب الرجل اللي كفه إيش كفه صغير، يعني يرون هذا عيب يعني في الإنسان أن يكون كفه صغير. كذلك القدم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة أيضا. نعم. قال إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، يعني لما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تحدرا، يعني يمشي مشية فيها يعني أشبه لو صح التعبير يعني المشية العسكرية كده، يمشي مشية فيها شدة ونحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الموتان في المشي، ينهى أصحابه من ذلك، الموتان، الموتان اللي هو الإنسان يمشي إيه؟ يعني إلا لو مريض طبعا، الإنسان لو مريض دي حاجة تانية، حاله مريض أو نحو ذلك، لكن إنه يتصنع هذا، هذا حال مثل حال الرهبان، حال الرهبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كأنه يتحضر من صبب، ولذلك أصحابه أحيانا كان يمشون معه كانوا لا يلحقون به صلى الله عليه وسلم. قال وإذا التفت التفت معا، إذا التفت التفت معا، ودي من المعاني التي يستحب للمسلم أنه يتحلى بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله، إذا التفت التفت معا، يعني لا يلتفت بعينه فقط أو وحدها، إنما يلتفت كله. يعني لو مثلا يريد أن ينظر صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجهة مثلا، ينظر كله، بخلاف ممكن مثلا ممكن الإنسان يفعل ماذا، يوم يعمل كذا أو يلتفت هكذا أو يعمل كذا، مش كذا ممكن يلتفت هكذا أو يلتفت هكذا، لا لا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل ذلك، لأن هذا الالتفات ربما يكون فيه التخوين، أنت ممكن لا تقصد به شيء، لكن لو رآك غيرك على غرة منك ربما يظن بك السوء، ربما يظن بك السوء لأنك بتلتفت
التفاتة فيها اختلاس النظر، فكان لا يلتفت إلا معا صلى الله عليه وسلم. قال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي رواية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس ضخم الكراديس، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب. ضخم الرأس سبق معلوم، ضخم الكراديس أيضا سبق، وهي العظام، عظام المرافق، عظام المنكبين، عظام الركبتين. قال جابر بن سمرة كان ضليع الفم، هذه صفة كمان، ضليع الفم يعني ليس بالفم الإيش الصغير، إنما ضليع الفم يعني أقرب إلى السعة، أقرب إلى السعة. فم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالفم الصغير، لأن هذه يعني في عند العرب أوصاف أقرب إلى النساء اللي هو الفم الإيش الصغير، أما الفم الممدوح عند العرب في وصف الرجال اللي هو الفم الإيش الأكبر. نعم. قال كان ضليع الفم أشكل العينين، يعني له صلى الله عليه وسلم رموش طويلة صلى الله عليه وسلم. قال منهوس العقبين، منهوس العقبين، وأيضا كانت عينيه صلى الله عليه وسلم كان طويل شق العينين، كان طويل شق العينين، يعني ماذا؟ يعني في عينيه سعة، شق العينين طويل، إذن العين فيها سعة. قال منهوس العقبين، منهوس العقبين يعني قليل اللحم على العقبين، العقب اللي هو اللي إيش اللي احنا بالتعبير العامي بنسميه العرقوب اللي في الرجل من ورا كده اللي هو فوق الكعب مباشرة، فكان منهوس اللحم العقبين يعني قليل اللحم فيه، لأنه ده أيضا في الرجال مش محمود، ليس محمود في الرجال إن الرجل يبقى رجله من تحت ورجليه تبقى يعني فيها لحم ونحو ذلك، لا. قال وقال أبو الطفيل كان أبيض مليح الوجه مقصدا صلى الله عليه وسلم، يعني مقصد يعني قصد، لا طويل ولا قصير ولا كذلك سمين ولا نحيف. قال وقال أنس بن مالك كان بسط الكفين، بسط الكفين يعني كفه فيها عظم. قال وقال كان أزهر اللون، ليس بأبيض، بأبيض أمهق ولا آدم، لا هو أبيض أمهق البياض الشديد جدا، ولا آدم اللي هو السمرة. قبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، الشيب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتجاوز 20 شعرة، إذن لحية النبي صلى الله عليه وسلم مش لحية إيه؟ مش لحية بيضاء ابتداء، لأنه كثير من الناس يصور النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، حتى لما زمان عملوا فيلم مش عارف كان اسمه الرسالة ولا اسمه إيه مش عارف، عملوا فيلم يعني وصوروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا برجل له لحية بيضاء تماما، فهذه أول مخالفة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيب إلا قليل، حتى عدها أنس قال 20 شعرة. نعم. قال وقال إنما كان شيء أي من الشيب في صدغيه، وفي رواية وفي الرأس نبذ، في الرأس نبذ يعني حاجة إيش خفيفة قليلة جدا، شعرات كده في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شعرات. نعم. وقال أبو جحيفة رأيت بياضا تحت شفته السفلى، تحت شفته السفلى اللي هي العنفقة دي فيها شعرة شعرتين أكثر نحو ذلك.
وقال عبد الله بن بسر كان في عنفقته شعرات بيض، وقال البراء كان مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض الجسد صلى الله عليه وسلم، له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال وكان يسدل شعره أولا لحبه موافقة أهل الكتاب، يعني تأليفا لهم يعني، ثم فرق رأسه بعد. في الأول يعني كان بيسدل شعره صلى الله عليه وسلم، يسدله يعني ينزل من كل الجهات. قال ثم فرق رأسه بعد، صار بعد ذلك يفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. قال البراء كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وسئل أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني السائل لعله سمع بعض الرواة يروي ذلك، مثل السيف يعني في طول وبياض ونحو ذلك. قال لا، بل مثل القمر. وفي رواية كان وجهه مستدير. نعم. وقالت الربيع بنت معوذ لو رأيته رأيت الشمس طالعة، يعني بتوصف أنه يعني بياض وجهه صلى الله عليه وسلم ونوره. يعني هذه مجموعة من الأخبار فيها ذكر الأوصاف الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال عمر رضي الله عنه وكان من أحسن الناس ثغرا، وكان من أحسن الناس ثغرا، يعني الفرق اللي بين أسنانه ده، الثغر يعني اللي بين الأسنان لا يعيبه، إن في بعض الناس يبقى شكله يعيبه. قال وقال ابن عباس كان أفلج الثنيتين، يعني ده بيقول عليه حسن يعني. قال إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم. إذن في الجملة يعني أو جملة هذه الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض، وكان صلى الله عليه وسلم مستدير الوجه، وكان عريض الأنف، كان واسع الفم صلى الله عليه وسلم أو عظيم الفم، وكان صلى الله عليه وسلم أزج الحاجبين، وكان أدعج العينين، طويل الأشفار، طويل الشعر صلى الله عليه وسلم، عريض المنكبين صلوات الله وسلامه عليه، لا طويل ولا قصير. هذه جملة من كث اللحية، لم يكن في لحيته إلا شعرات من الشيب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فإن من رأى هذه الأوصاف في منامه وقال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأه، أما إن وجد خلاف ذلك فليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا كثير من الناس الطيبين الذين يسمعون للصوفية ونحو ذلك، وربما بعضهم يسمي نفسه صوفيا وهو أصلا ما لوش دعوة بالمسألة خالص، كثيرا ما يأتي ويقول لك أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكي لك أوصافا بعيدة عنه، لكن أبرز هذه الأوصاف دائما التي يذكرها ماذا؟ لابس أخضر فأخضر، مش كده؟ وراكب على حصان، ده الغالب في حكاية الإيش المتصوفة، رأيته راكب على حصان ولابس أخضر فأخضر. وهذا في الحقيقة ليس أصلا كان من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم التي يواظب على لبسها الأخضر. كان أحسن الثياب وأحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض، وإن رؤي صلى الله عليه وسلم في غيره أيضا، هذا نوع من برضو الحقيقة يعني الرد على من عاب على من يلبس غير الأبيض. البعض عنده مسألة اللي يلبس غير أبيض يعني ده ترك الخير، هذا غير صحيح في الحقيقة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه في ليلة قمراء، فجعلت أنظر إليه وأنظر إلى القمر فإذا هو أحلى من القمر مثلا.
ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حلة أيضا سوداء صلى الله عليه وسلم، ورؤيا في أنجبانية وغير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أصلي في بعض أخواننا يتشدد جدا في المسألة، ويعني السعوديين خصوصا يعني يقول لك إن الأبيض ده ما فيش تلبس غير أبيض، أو بعض السعوديين يعني تلبس غير الأبيض، والبعض تأثر بيهم إنه ما يلبس غير اللون الأبيض فقط لغير. نعم. قال: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فللعلماء في تفسير الرؤيا في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة: من رآني في المنام فسيرني في اليقظة. طيب ما هي هذه الأقوال؟ قال الأول أنها على التشبيه والتمثيل، وقد دل على هذا ما جاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيها: فكأنما رآني في اليقظة. ده التفسير الأول، يعني من رآني في المنام كأنما رآني في اليقظة، يعني ده فضل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينسبه لمن رآه، اللي رآه في المنام كأنه رآه في اليقظة وهو حي يعني صلى الله عليه وسلم. الثاني أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه، ممن آمن به قبل أن يراه، يعني بعض الصحابة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أكثر أهل المدينة، أكثر أهل المدينة آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يروه، بدليل أنهم كل يوم كانوا يخرجوا ينتظروا حضوره، ولما جاء ما كانوا يعرفونه في أول ما جاء، ما كانوا يعرفونه هل هو أبو بكر ولا هو، حتى أظله أبو بكر يعني ثوب له فعرفوا أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم وغيرهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يروه، والوفود اللي كانت بتأتي مثلا وفد عبد القيس ده كلهم جم مسلمين قبل أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أنها تكون يوم القيامة، فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من لم يره في المنام، هذا والله تعالى أعلم. وكلها وجوه محتملة، والقطع بوجه منها في الحقيقة يحتاج إلى دليل، ولذا فكل الوجوه محتملة، وإن كان الوجه الأخير لعله نسأل الله تعالى يعني ذلك لعله يكون بإذن الله أقرب الوجوه، لكن لا دليل على القطع به، وهو أن من رآه في الدنيا فسيراه في الآخرة، كأن هذه بشرى لهذا الإنسان، ماذا؟ أنه في الآخرة سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة كما ذكرنا يرد أيضا اعتقاد الصوفية الفاسد، أو كثير من الصوفية الفاسد الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة في الدنيا بعد موته، ويستدلون بهذا الحديث: من رآني في المنام فقد رآني، فيزعم كثير منهم أنه رآه في المنام إذن سيراه في اليقظة، إذن يقول لك إنه يحضر معنا الحضرة ونحو ذلك، وهذا من عقائد بعض الصوفية، فيشطحون بأقوالهم ويقولون الحضرة هذه حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما غالى بعضهم حتى يصل الأمر إلى أشبه بأن يصوروا النبي صلى الله عليه وسلم والأولياء الصالحين بالجن، أشبه بذلك، بحيث أنه ممكن يكون في حضرة فإذا بهم يسلمون على بعض الناس وأنت لا تراهم وأنت معهم في الحضرة، يعني على سبيل المثال يقولون لك قد مر بنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رد بعضهم السلام، يعني هم قاعدين كده يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأنت بتقول له مين اللي بيسلم عليه، يقول لك ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم مر في الجلسة، أو مر بالجلسة مثلا الخضر، مر بالحضرة ونحو ذلك. هذا كله في الحقيقة من تخاريف هؤلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم إلى السنة والتوحيد، وإلا في الحقيقة هذان الآن قطباء الشر على مصر الآن،
الصوفية والشيعة. امبارح الراجل رئيس الطرق الشرنوبية، انا مش عارف الشرنوبية دي جت منين، انا كنت طول ما اسمع عزيز عزمية ومش عارف ايه الشرنوبية دي ما عارفش جت منين. ده كان من الوفد اللي كان مع وزير الاعلام المصري، او يعني هو بيقول احنا التقينا هناك. فكان من الوفد المصري اللي راح ايران وجاي طبعا حضرته، بيقول السلفيين دول ناس اصلا بيتلككوا وهم ناس اصلا ما يعرفوش حاجة، وان الشيعة دول ناس مسلمين زينا زيهم، وهم الخلاف اللي بيننا وبينهم زي الخلاف اللي بين احمد واحمد وابن حنبل والشافعي ومالك وابو حنيفة ونحو ذلك. انظر. ولذلك في الحقيقة الشيعة لو دخلت هذه البلاد ستدخل اول ما تدخل على سقف هؤلاء الصوفية. وان كان الصوفية ما لهمش الحمد لله وزن في بلادنا، لكن لهم يعني جهات ادارية، جهات إدارية معترف بها في الدولة من زمن مبارك طبعا، وربنا يستر الآن يعني. وإلا لما الطريقة الشرنوبية تسافر إيران ويتواكب ذلك لو صدق مع وزير الإعلام، يعني جاية كده يعني مش قصدهم، فدي في الحقيقة نوع من الإشارة إلى أن الصوفية بدأت تاخد مكان، وبحيث أنها تروح ممثلة لمصر في إيران ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا القدر، قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.